معك يعني انتقال الذهن الذي غرق في هذه الشبهات صعب، قليل من يرجع عن الضلال إلى الحق، قليل أفراد، والكثرة لا ترجع. منهم من يقول أنا من ملزوم، ولا هذا ما هو بصحيح، لكن أنا من ملزوم، ويخلد إلى الأرض، يترك الدعوة والبيان، يكتم ما آتاه الله من العلم. ومنهم من يوافق على هذا، يقول هذا صحيح وهذا عليه الناس، واللي ينكرون ذولا خوارج متشددة غلاة إلى آخر ما يقولون، كما تسمعون وتقرؤون الآن.